عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام من منزله ذلك، قوله ذلك من باب التأكيد، فدل على أنه لو نزل منزلا آخر يقتضي أن يقول هذا الدعاء مرة أخرى، لأن نفع هذا الدعاء إنما هو مقيد ببقائه في ذلك المنزل، فإذا انتقل منه إلى منزل آخر اقتضى أن يكون منه ذكر لهذا الدعاء مرة أخرى.